جمع الخلايا يدور الله يا الله لنا بشر منا ومن جمع الخلايا الناس كثيرة
يكون الخير بعد الذي علاه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسنا اذا غيرنا ما بانفسنا سبحان الله فزين عطاء من الله الى والي مبارك وامه مباركه امه مرحومه وزمننا ان شاء الله تعالى مبارك فيظهر فيه الخير وينتشر فيه ان شاء الله كما وعد الله تعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم قام الحبيب حسين بن عمر ويجمع الناس جاب العريضه قالوا طلعوا في الحصون انتوا في المكان او في المكان ده ولنا قالوا محمد بن قسم لنا قالوا محمد بن قسم قال الحبيب حسين بن عمر اذا اعطيتكم الاذن كلكم في وقت واحد كسروا الحصون المتنازع عليها واعطاهم الاذن الحبيب حسين بن عمر وكلهم كسروا في وقت واحد وبعد فتره قالهم يا ابا ارجع الى حريقه حصلت ما اضحك ولد من اولاده ورجع الحبيب حسين بن عمر الى المشهد ورجع الى مكان المشهد ده وبعد ما رجع قال طلب منهم هدنه ثلاثه شهور قالوا كان في نيته في طلب الهدنه ان النفوس تحيا والنفوس تسكن وان الشيطان اللي يعبث بالنفس وخليها تغلب وتتحرك تسكن قليل طلب هدنه ثلاثه شهور بعد ثلاثه شهور وتحقق كلام الحبيب عمر بن عبد الرحمن واصبح الفتى والان سبحان الله في حق وجوده والمتقدمون يقولون كل مشط يطفي جبهه كل واحد عمل في فمه شيء من الماء ولا ما هوش حقيقي ما انت بتجوزه الا تكون في كل واحد يقول استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات تدفع الدوار تدفع الدعوات تستنزل الهدايات ربما شخص ما يقدر في نفسه يقول نفسي غلبتني على كذا وكذا لكن لما تدفع الدعوات خصوصا للمسلمين والصالحين تدفع الدعوات يعار على النفس يعار على باطنه يقوى قلبه ويحصل الخير اليه لانه حصل معونات في دعاء المسلمين او حصل معونات في دعاء الصالحين ونحن الان فينا ما شاء الله المدام العظيم ان صلوات ملكنا جوارحنا سبحانه وتعالى حتى نصرفها في طاعه الله في حضور شيوخنا واكابرنا ومناصبنا وعلمائنا كان الحبيب محمد بن عيد الحبشي او خلفاء اهلنا وخلفاء سلفنا وخلفاء رجالنا ملايين ما شاء الله الحبيب محمد بن عيد الحبشي يقول فاحسنوا ظنكم فانه الى الخير سلم من قواه عرف حتى ولو ما تعلم كلما مر عليها وقت تزيد زيادة من في حكومة وراها في وزارة الإعلام وراها في خطط دعائية وراها منين استبدادها من قوي مدين حكم كذب الله لأغلبن أنا ورسلي وبعد ما كتب كتاب من يمحو كتاب الله هو يمحو كل كتاب ولا كتاب يمحو كتابه كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز وكما سمعتم فيما تلي علينا من الآيات وأن الأمر قائم على المحبة الصادقة الخاصة وكل من لم يقوم محبته ليحب الله الذي خلقه ويحب رسله من أجله وصالح من عباده فإنه سيحب لكن غير الله غير رسوله وغير الأنبياء سيحب حزب سيحب مهجلة سيحب العلم سيحب سكر سيحب مخدرات سيحب جماعة سيحب سياسة سيحب كرسي ويمكن قلبه بمحبتها لابد من المحبة لابد منها فوق ولا تحت هدى ولا ضلال المحبة لابد منها إما تصرفها للرب إن عقلت ولرسوله والصالحين ولك الهدى ولك الأجر معهم وإلا بتسلط عليك محبة السفاسف ومحبة الدوافع ومحبة المغريات ومحبة المعاصي والسيئات والعياذ بالله تبارك وتعالى وتحشر مع الفساق والمجرمين والعياذ بالله يا رب اجعل قلوبنا لك محبة لا تحب أحدا دون محبتك ودون رسول محبة رسولك فتكون محبتك ومحبة رسولك أحب إلى قلوبنا مما سواكما فلنتحاب فيك وتكون
ومن مضى ومن هو حاضر، اللهم فاقبلنا واقبل بوجهك الكريم علينا، وفرج كروب الأمة في المشارق والمغارب يا رب المشارق والمغارب، يا قوي يا متين يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرحب بكم جميعا من العلماء والمناصب والمشايخ والمسؤولين وكافة الحاضرين جميعا، نبشر في زيارة عليك وحسن فأهلا وسهلا بكم جميعا. والآن نبدأ بما بدأ بأهلنا من قراءة الفاتحة والتحيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. التحيات المباركات الصلوات الطيبات ولله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا رب العالمين الله يتقبل منا ومنكم هذه الزيارة وعجيب بشارة محمد زلة من أول أمه وفي أمة عنا جميعا الحاضرين والغائبين وعن حضر المتزمن جميعا الدار المسلمين يا رب العالمين. والعبد منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.